بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة التناصح على هذه الفرصة، وأحييك أستاذ محمد وأحيي ضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. شكرا. وحقيقة أخي الكريم، لو رجعنا إلى الوراء العهد السابق لوجدنا معمر القذافي قتل شخصيات ما كنا نحلم أن يمسها أحد بسوء، دعمت العقيد القذافي لسنوات ورضخت له الوطن والشعب. يعني نذكر شخصيات كثيرة جدا، والمشاهد الكريم يعرف هذه الأسماء، وقتلوا على أيدي نفس النظام اغتيالا مباشرة غير مباشرة. ما أريد أن أقول إن الأنظمة العسكرية الدموية برنامج، أم أن تكون جزء منا أو ألا تكون. والإخوة العواقير أو أغلب القبائل اللي دعمت الكرامة ولا لا، تعاملت مع عملية الكرامة كعملية داخلية يقودها شخص أو اثنين أو ثلاثة، جروشي مجروشي وانضرمن هذوم ولا لا، وخليفة ما خليفة ماشي، تعاملت معهم على أنها شيء داخلي. يعني هناك مناكفات وأخذ وعطاء وهدى وتغيير أراء، لكن الخطأ الاستراتيجي وين؟ نست هذه القبائل إن قضية الموضوع مبرمج. لما تكون نظام عسكري عندك برنامج يجب أن تسير عليه، سواء كان هذا اللي على رأس هذا البرنامج العسكري أو الحكم العسكري عبد الناصر ولا صدام ولا معمر، سواء ولا كاسترو ولا موسوليني ولا هتلر، هي برامج أن أأمر وأنت تنفذ. يبدو موضوع العواقير ولا لا، لم يتعاملوا مع هذا الأمر بأنه يعني مشروع إقليمي ماشي ونظام عسكري. أعتقد اعتقادا إلى حد ما أن قبل قيام ما يسمى بعملية الكرامة، كانت لهذه الشخصيات التي اغتيلت هذه الأيام أو تقتال، كان لها علم ودراية على أسرار وقضايا وأمور خافية، الآن لابد من التخلص منهم. نعم. قبل قيام، يعني أعتقد أنهم هم جزء من قيام ودعم هذه العملية. نعم. بعد مفاوضات مع خبتر، بعد إصرار، بعد معاهدات مواثيق بينهم، هذه المواثيق وهذه المعاهدات وهذه الأسرار حان لها أن تختفي، لأن ظهورها لو هذه الشخصيات أظهرت ما حدث قبل عملية الكرامة مع خليفة وعصابته ولا لا، لا أصبح البعض يقول بأنها يعني أشبه بالتصفية الداخلية في الصف بعد أن كثرت عمليات الانشقاق و... نعم هو سيدي الكريم، ممارسات قادة الكرامة ولا لا متعجرفين، يعني الليونة والسياسة ولا لا، وكسب الآخر ماشي، والمواثيق اللي أعطوها وتحقيق المواثيق التي ظهرت منه، هذه أمور لا يلقوا لها بالا. يعامل أنت معي طالما أن عندي مصلحة فيك، لما تأتي الثانية أو اللحظة ترمى. الأسرار التي يدركها اللواطي، يدركها فضل الحاسي، يدركوها هذه المجموعة ولا لا، تجعلنا نتهم قادة الكرامة بالخيانة العظمى. أنا متأكد من هذا، وإلا ما يصل الأمر إلى القتل. يعني لو كان الأمر هين ماشي الحال، ربما يعزلوا، لا يتم التعاون معهم ولا لا، لكن أن تقتل الناس الذين دعموك، معنى ذلك أن هناك أسرار كبيرة جدا مرة أخرى توصلك إلى الاتهام خليفة بالخيانة العظمى للوطن. هذا شيء يا أخي الكريم يقوله المنطق ويقوله تتابع الأحداث. طيب. الشيء الآخر، حاول أن يستبدل بعض العواقير، مش القبليين، بعض الإخوة العواقير اللي محسوبين على النظام السابق، اللي ما يعني أن قضية القبيلة بدأت ترمي أوراقها ولا تؤتي أكلها عند عملية الكرامة، أصبحوا يبحثوا عن أشخاص لهم ولاء للنظام السابق أو لهم ولاء لخليفة كشخص. طيب.